وشوشة. طيب فكرة المسلسل هو فورمات وإحنا خدنا منه يعني حاجة صغيرة وبنينا عليها المسلسل بالكامل اللي هي الكذب. ومش عايز أقول بقى القصة إيه، بس يعني هو كذب بيأدي الكذب بيأدي الكذب، والكذبة بتكبر وبتكبر قوي لحد ما بتغير أحداث كتيرة بتشيل ناس وبتحط ناس، عارفة يعني بتغير في مجرى كل حاجة في عيلة، والعيلة دي بتأثر على عائلات حواليها وهكذا. فهي حاجة صغيرة قد كده انفجرت فعملت حاجات كتير حواليها. أنا يعني أنا ما بعرفش حكاية أول بطولة ومش أول بطولة، الكلام ده بالنسبة لي ما بيهمنيش. أنا يهمني إنه الشخص ده يصلح إنه يعمل الدور ده، كان بقى بالنسبة له ده أول بطولة مش أول بطولة، يعني أنا بالنسبة لي مش فارق معايا الكلام ده. لكن فارق معايا إن هي أدت الدور بتاعها كويس قوي، ريهام هي وبالمناسبة كل الناس، يعني في ناس أنا ما كنتش أعرفها خالص، يعني عمر الشناوي أنا ما كنتش أعرفه وما أعرفش عمل إيه أصلا، ما أعرفش أي حاجة عنه. فلما جه عمر في حاجة اسمها comfort zone. comfort zone يعني البني آدم بيبقى مرتاح وهو بيشتغل بالشكل ده أو بيتعامل بالشكل ده. فلما تطلعي البني آدم ده من البيئة بتاعته أصلا اللي هو بيحبها ويجيد في التاني، أنا ده بالنسبة لي بسقف له. عمر من أحد الناس اللي في المسلسل اللي حصل له كده، ولاء الشريف زيه هاجر أحمد زي تقريبا، أستاذ أحمد حلاوة طبعا، شيرين، الحقيقة الناس كلها أجادت. ريهام شاطرة قوي، يعني 95% من الحاجات اللي طلبت منها اتعملت، وال5% كنت بسيبها دايما للممثل نفسه أنه يتحرك فيها، يبقى يعني يعمل أحسن من اللي أنا قلت عليه. فهي اتحركت في 5% وأجادت جدا جدا جدا. ريهام شطرة، ويعني قلما كنت أغير حاجة بالكامل، لكن كنت ممكن أعدل على اللي هي بتقوله، لها لا ده مش كده، ده كذا كذا، ده مش بالشكل ده، كذا كذا. لكن هي فهمت الشخصية من أول مرة، أجادتها في كل أحوالها، وهي مبسوطة وهي بتبكي وهي فرحانة حقيقي. عزة بهاء، انا يعني عزة بشوفها يعني الست اللطيفه وبتاع، عمري ما شفتها شريره مثلا. فهي عزة هنا عامله دور حلو قوي، وهي نفسها قبل ما تشتغل قالت لي انت متاكد ان انت عايزني اعمل انا الدور ده؟ فقلت لها ايوه. قالت لي انت متاكد مره تاني؟ قلت لها ايوه. قالت لي عشان انا مش متاكده؟ قلت لها لا طبعا. واجادت الدور حقيقي، يعني ما كانش في حاجه تخلينا نستعين بالاستاذه ليلى علوي، لانه كان يعني الادوار من ساعه ما جت كانت، يعني انا قلت فلان يعمل كذا، فلان يعمل كذا، فلان يعمل كذا. سامح كان بيقول لي مثلا ايه رايك كذا، اقول له اه كذا كذا. بس ليلى علوي ما كانتش من ضمن الناس اللي مرشحه تعمل اي حاجه. اللي انا اعرفه ان هو هيتعرض من يوم 10 الشهر ده و60 حلقه ورا بعض. لا حقيقي ما يعني كتعب تعب، انا تعبت لان هو المسلسل مرهق. هو اي حاجه بتخاطبي فيها البني ادم كشعور كحب ككره كمشاعر، الحاجات دي بتبقى متعبه جدا للاثنين، ليا وللممثل. فانت تخيلي بقى 60 حلقه انت بتحبي بتكرهي بت بت بتقولي لا بتقولي اه بت بتوفقي بت مين بيشوف مين عمل ايه، مين بيكذب على مين، هي كلها عباره عن مشاعر ما بينها وما بين الناس. فطبعا انك انت 60 حلقه كتير قوي قوي، انا بالنسبه لي حقيقي كتير. يعني المره دي تعبت، بس تعبت مره تاني وانا مبسوط، لكن تعبت. احنا كمصريين عندنا تراث عظيم من الحاجات العظيمه، مش ام كلثوم وكده، بس عندنا فن، عندنا فن في كل شيء، في العماره، في الـ في الـ في, الـ في الفن، في التمثيل، في الغنى. انا شايف انه احنا بعدنا عن كل الحاجات العظيمة وقربنا من حاجات تانية مش لطيفة، ده بالنسبة لي انا. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشة.